السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا الفيديو رقم 3 من السلسلة ديال الشروحات ديال كاع لي كون دو بلون كونطابل، طبيعة الحال اللي متعلقين بلا كونطابيليتي جينيرال. هاد الدورة هادي ديال ليكسبليكاسيون دي كونط راه خدامينها موازة أون باراليل مع واحد الدورة يلاه بديناها باقا جديدة في 2021، السمية ديالها préparation à l'examen ديال الموديول ديال لا كونطابيليتي جينيرال. طبيعة الحال حنا دابا في الاس 1، الدورة الثانية الاس 2 غادي نستمروا بنفس المنهجية، اما هاد ليكسبليكاسيون راه حنا خدامين بها العام كامل. سي بون سي بون. دونك مي بانه تنقولوا كنشرحوا دي كونط يعني كنفهموا المعنى ديالهم ونعرفوا كيفاش نسجلوهم. الا كان عندي ان كونط كينتمي لو بيلون نعطيوه لو جورنال ديالو، لو غون ليفغ ديالو، لا بالونس ديالو، وفي الاخر العام نصيفطوه لو بيلون دو كلوتور. اما الا كان عندي دي كونط ديال لي برودوي اي شارج يعني كنديروا ليه لو جورنال ديالو، لو غون ليفغ ديالو، لا بالونس ديالو، وفي الاخر ديال العام كنصيفطوه لو سي بي سي، ا كونديسيون هاد لو سي بي سي كنستعملو غير لي بوست. سي بون. دونك يتطلب منا دي كونط لي تلقاوهم في دي شارج اي برودوي واحد تريتمون كونطابل، دي فورمول سو فورم باش كنلقاو ان كونط واحد او بيان ان مونطون واحد اللي كينتمي لان سول بوست. سي بون سي بون. دونك هذا هو الهدف من هاد الدوره ديال ليكسبليكاسيون. سي بون سيدي. اليوم عندنا اربعه ديال لي كونط نشرحوهم اون ميم طون، ملي غنشرحوهم نديرو لهم لا بروسيدور كونطابل ديالهم. سي بون. دونك عندي ستوك دو ماتيير بروميير وعندي اشار دو ماتيير بروميير، ستوك دو برودوي فيني، فون دو برودوي فيني. شنو هي الماتيير بروميير؟ اول حاجه هي مواد اوليه. علاش كتشريها انت امول الشركه؟ باش نصنع بها تو سامبلومون ان برودوي فيني. سي بون. دونك عندي مواد اوليه كنصنع بها دي برودوي فيني، بما انني كنصنع بها دي برودوي فيني سكيف كندير ليها واحد لا سورتي يعني كنهز غير لا كونتيتي اللي انا محتاجها من ديك المواد الاوليه باش كنديها لواحد لو سيرفيس واحد اخر في وسط الشركه كيتسمى واحد لاتولي دو برودكسيون. هاد لا برودكسيون باش نصنع بها، باش ندير ليها الانتاج ديال واحد المنتوج نهائي. سي بون. دونك لا سورتي ديال لا كونتيتي اللي احتاجيت انا على شكل مواد اوليه كتسمى لا كونسوماسيون ديال ديك المواد الاوليه. سي بون. لا كونسوماسيون. شوف معايا واحد اللقطه، اشا كونسومي. سي بون. ركز معايا، كتسمى لا كونسوماسيون يعني هزيت غير لا كونتيتي اللي احتاجها باش نكونسوميها، باش ندير ليها لا برودكسيون. علاش؟ باش نصنع بها واحد المنتوج نهائي. اما لا سورتي ديال برودوي فيني، علاش كنخرج واحد الكونتيتي اللي انا ديجا صنعتها باش نبيعها للكليان. سي بون. دونك لا سورتي ديال برودوي فيني هي لا فونت باش نبيعها للكليان، لا سورتي ديال الماتيير بروميير هي باش ندير ليها لا كونسوماسيون باش نحولها ننتجها وندير لا برودكسيون باش تولي عندي ان برودوي فيني. دونك فهمنا شنو هي ماتيير بروميير وفهمنا شنو هو برودوي فيني. دابا عندي ان ستوك وعندي اشا، يعني ستوك تو سامبلومون واحد المقدار ديال واحد لا كونتيتي بديت بها نهار الاول في العام، ان ستوك انيسيال باش بديت به نهار الاول يعني. سي بون. بوندون لاني مول الشركه مول لونتربريز خاصو يدير واحد لوبيراسيون دي زاشا. دي زاشا ديالاش؟ ديال المواد اوليه واحده اخرى. ما يمكنش يخدم غير بهاد لا كونتيتي العام كامل، خاصو يشري دوطر كونتيتي باش يلا يكفيهم لا برودكسيون برودوي فيني. سي بون. دونك هذا واحد لو ستوك انيسيال وعندي واحد الموفمون سو فورم اشا دو ماتيير بروميير. سي بون. عندي ان ستوك دو برودوي فيني، دونك انا صنعت واحد لا كونتيتي حطيتها ستوك انيسيال ديجا كانت مصنوعه عندي من العام اللي فات، يعني من العام اللي فات ديجا كنت صانع واحد دي برودوي واجدين ولكن ما تباعوش ليا، بقاو عندي هاد العام الجديد ان شاء الله باذن الله. دونك كيتسمى عندي واحد لو ستوك انيسيال في هاد العام ديالاش ديال دي برودوي فيني اللي ديجا كانوا واجدين العام اللي فات. دونك عندي ان ستوك انيسيال، موراها راه ديجا صنعت دوطخ برودوي وبعت منهم واحد لا كونتيتي. سي بون. دونك فهمنا شنو هو لو ستوك انيسيال. ستوك انيسيال ديال لي برودوي فيني، اشا ماتيير بروميير،
فونت دو برودوي بيني. ولكن واحد الحاجه مهمه، بما انه عندي ان ستوك انيسيال وعندي دي زاشا وحدين اخرين درتهم العام في هاد بوندون لاني، يعني اوتوماتيكمون خاص يكون عندي ان ستوك فينال في الاخر ديال العام. سي نورمال نهار الاول باش بديت عندي ان ستوك انيسيال خاص يكون عندي ان ستوك فينال. هادشي علاش اوتوماتيكمون ملي كنوصلوا للمرحله ديال لو جورنال خاصنا انيوليو هاد لو ستوك انيسيال ونكونستاتيو لو ستوك فينال ديال الماتيير بروميير. نفس الطريقه بالنسبه للبرودوي، نانيليو داك لو ستوك اللي كان عندنا العام اللي فات ونديرو واحد لو مونطون جديد ديال هاد العام، نكونستاتيو بلو مونطون فينال اللي عندنا في هاد العام الجديد. سي بون ديال برودوي فين. اوكي سيدي، طبيعة الحال هاد الانيولاسيون لو كونستاتاسيون كدار في الاخر ديال العام. قلنا الا كان ان كونت كينتمي لو بيلون نصيفطوه لو بيلون دو كلوتور عن طريق لو جورنال لو كون ليبر لا بالونس. الا كان عندنا ان كونت كينتمي لي شارج او بيان لي برودوي نصيفطوه لو سي بي سي ا كونديسيون دي بوست كنستعملوه. سي بون. اول حاجه هذا لا كلاس 3 ستوك انيسيال لاكتيف سيركيلون، سلعه كتدخل وكتخرج المده قل من عام، هذا لاكتيف سيركيلون برودوي فيني. هادو سو سون دي شارج، مي بانني كنشري واحد لاشا ماتيير بروميير يعني كنخسر فلوس، واحد لاشارج عندي، واحد المصاريف عندي. لا كلاس 6 فون دو برودوي فيني، يعني بما انني بعت دونك ولا عندي واحد واحد البرودوي، واحد الفون فلوس كندخلها. سي بون. لا كلاس رقم 7 الفرق بيناتهم هو انني مي كنبيع هاد لو فون دو برودوي فيني، اما كنبيعو او نيفو ديال تيريتوار ماروكان ديالنا او نيفو ناسيونال، كنعطيو هاد لو بوست هذا 71211، يعني بعت لو برودوي ديالي غير لشركه مغربيه وحده اخرى. اما الا بعت لو برودوي فيني ديالي ا ليترونجي كنستعمل هاد لو بوست هذا 71221. راه هادو هما لي بياج اللي كطيحوا فيهم. فهمني، ركز معايا، بعت سلعه في وسط المغرب غندير هاد لو بوست 71211، لقيت معلومه كتدل على اني بعت سلعه ا ليترونجي غندير 71221. عطيني واحد ليكزومبل باش ما يبقاش عندي مشكل في هادشي كامل. اوكي زي. عندنا اول حاجه ستوك انيسيال د ماتيير بروميير. شوف اللي بالزرق هما لو ستوك انيسيال، صافي هذا الماتيير بروميير وهذا برودوي فيني. ها هما هادشي كامل عنده علاقه برودوي فيني، هادشي كامل عنده علاقه بماتيير بروميير. سي بون. ستوك انيسيال د ماتيير بروميير باش بدينا على الاول ديال العام 10000 درهم. ستوك فينال دو ماتيير بروميير في الاخر ديال العام لقينا راسنا عندنا واحد البرودوي فينال لا كونتيتي ديالو القيمه ديالو 30000 درهم. سي بون. عندنا دي زاشا في وسط العام شرينا اوتر واحد لا كونتيتي واحده اخرى ديال المواد الاوليه عن طريق شيك بونكير عن طريق لا بونك، القيمه ديالها 80000. يعني بدينا ب 10000 شرينا عاوتاني 80000، في الاخر العام لقينا 30000 ماتيير بروميير. سي بون. عندنا ستوك انيسيال دو برودوي فيني بدينا ب 40000، في وسط العام شرينا 200000، في الاخر العام لقينا 60000 درهم برودوي فيني. اول حاجه انت كونطابل باذن الله، اول حاجه خاصك ديرها خاصك دير ليكريتور او نيفو جورنال ديالك. سي بون. دونك لو ان يعني ان ستوك انيسيال في الاول ديال العام ها هو ماتيير بروميير خاصني نقيدها. غنشوف واحد المعلومه عطاها ليا مول الشركه ما نقيدهاش، خاصني نقيدها في لو جورنال. دونك ماتيير بروميير ها هي، ها لو بوست ديالها ان ستوك انيسيال ديالاش ديال لو بيلون، ولو بيلون فيه من لو ان من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5 هادي لاكتيف سيركيلون لا كلاس 3. سي بون. ماتيير بروميير ان ستوك انيسيال باش عرفناها بلو ان. سي بون. القيمه ديالها 10000 درهم، انا ما درت والو لحد الان، عندي معلومه قيدتها في الجورنال. سي بون. دونك حطيتها في الدي بي يعني كنملك، كنملك ملي تنحط شي حاجه في كريدي كندير لا سورتي، خرجت ماتيير بروميير. سي بون. بما اني حطيت في الدي بي يعني كنملك، كنديبيتي لونتري في المكازا عندي دخلتها. فكنشرح جميع لي ديتاي، سمح لي. عندي برودوي فيني اش من كلاس حتى هو رقم 3 لاكتيف سيركيلون. سي بون. كينتمي لو كونت دو بيلون خاصني نقيدو بان ستوك انيسيال ديالو 40000 ها هو كنملك. يعني في الاول ديال العام اوطونكو انا كونطابل كنقرا هاد لو جورنال لو ان ان كنملك في لو ان ان 10000 درهم ستوك انيسيال
ماتيير بروميير وكنملك عاوتاني ان ستوك انيسيال برودوي فيني بقيمه 40000 درهم ونعطيهم لي كونط ديالهم سي بون سي بون فلو ان ان ليكريتور او نيفو دو جورنال كنحطو بالترتيب كاملين كاع لي كونط اللي عندنا في لاكتيف ديال البيلو يعني من لا كلاس 2 حتى لا كلاس 5 تريزوري اكتيف كنحطهم كلهم بالترتيب في الجهه ديال الديبي ديال الجورنال في الجهه ديال الكريدي كنحطو لي كونط ديال باسيف دو بيلو من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5 تريزوري باسيف سي بون هذا هو الترتيب ديالو سي بون كندير واحد لا ريفيرونس ريوفيرتور دي كونط دو بيلو سي بون دونك نينا فريد لو 18/5/2021 مثلا هاد لونتربريز دارت واحد لاشا د ماتيير بروميير يعني شرات من غير ديك 10 اللي كانت عندها شرات 80000 درهم وحده اخرى بما انها شرات دونك خاصني نقيدها في لو جورنال تاع هي اول حاجه شنو قصدت بانني شرات يعني دخلت درت لونتري غانديبيتي دونك غانديبيتي هاد لو كونط اشار د ماتيير بروميير بما انني شريت يعني واحد المصاريف خسرتها دونك واحد لا كلاس 6 61 21 اشا ماتيير بروميير بواسطه ماذا عن طريق شنو عن طريق واحد الفلوس خرجتها من البنكه يعني البنكه درت ليها لا سورتي ديالها دونك سكيب في هاد لا بونك هادي غنحطها في الجهه الكريدي سي بون دونك فلوس كانت عندي في البنكه خرجتها باش نشري اشا ماتيير بروميير فلوس كانت عندي في البنكه خرجتها درت ليها لا سورتي باش ندير لونطري باش نمتلك باش نديبيتي هاد الماتيير بروميير سي بون بلا برينسيپ ديال لا بارتي دوبل 80000 80000 فاهمين فاهمين عندنا واحد لوبيراسيون ديال الفونت لو 25/7 عندي بات سلعه بالقيمه ديال 80000 بما انني سمعت كلمه بات فونت يعني سلعه كانت عندي وخرجتها بما انني سمعت كلمه خرجتها يعني غنحطها في الجهه ديال الكريدي انا خرجتها سي بون فون دو برودوي فيني ها هي عن طريق فلوسي دخلوا ليا في البنكه سمعت الكلمه ديال دخلوا ليا لونتري يعني فلوس دخلت ليا في البنكه القيمه ديالها 200000 ها هي 200000 200000 برينسيپ ديال لا بارتي دو سي بون ونحطوا لي كونط ديالهم هاد برودوي فيني بعنا شنو بعنا على برا 71/221 سي بون ها هي 71/221 الى بعناه في المغرب 71/211 صافي لحد الان كلشي واضح اوكي سيدي اوتوماتيكمون بما انني هانت شوف معايا اوتوماتيكمون بما انني قيدت لي دوني ديالي في الاول ديال العام وقيدت في وسط العام لي زوبيراسيون سوا اشا سوا فونت في الاخر ديال العام خاصني نقيد دي زيكريتور او نيفو دو جورنال علاقه ديال من علاقه ديال لا فارياسيون دو ستوك هذاك لو ستوك فينال اللي عندي هنا اللي عندي هنا ها هو لو ستوك فينال اللي بالاحمر خاصني نقيدو في الجورنال حتى الاخر حتى لو 31/12 سي بون باش كان كونستاتي ها باش بديت النهار الاول لو 1/1 وفي الاخر ديال العام لقيت عندي ان ستوك فينال دو ماتيير بروميير خاصني نسجلها يعني خاصني انيولي هاد لي دوني اللي قيدتهم في الاول ديال العام وملي ملي سمعت كلمه انيولي يعني خاصني نستعمل واحد لو كونط ديال فارياسيون ديال ستوك سي بون ولكن بما انني انيوليت يعني خاصني ندير المونطون جديد يعني خاصني كونستاتي بنفس الطريقه بنفس لو كونط اللي كنحتاجو فارياسيون ديال ستوك كيفاش بهذه الطريقه اوتوماتيكمون غادي نكريديتيو لو كونط اللي كان عندي شوف معايا شوف هاد اللقطه هادي كانوا هاد الجوج كانوا عندي في الديبي ملي كنسمع انيولي يعني خاصني ندير لهم العكس ديالهم فين كاينين هما كاينين في الديبي اجي اخويا حطهم ليا هنا في الكريدي صافي ما دير حتى شي حاجه شي معجزه غات انيولي فارياسيون دو ستوك وهادو اللي كانوا عندي هنا في الديبي جيبهم ليا هنا في الكريدي الله يجازيك بخير صافي انت درتي لي لانيولاسيون صافي اسهل حاجه انا درت انيولاسيون خاصني كونستاتي خاصني نحطهم هما نيت بان مونطون ديال لو ستوك فينال سي بون في الاول شنو كانوا عندي شوف معايا شوف واحد اللقطه كانوا عندي 10000 ماتيير بروميير و40000 برودوي فيني انا غندير لهم كونستاتاسيون
هي بقات في الديبي وبرودوي فيني في الديبي، ولكن حطيتهم بلو مونطون جديد اللي ولا عندي في الاخر العام 30,000 60,000 سي بون، عن طريق داك لو كونط اللي كنحتاجوه باش كنديرو ليه لانيولاسيون اللي هو فارياسيون دو ستوك. سي بون قلبناهم، غير قلبناهم. هذا كان عندي في الديبي رديتو في الكريدي، وهادو كانوا عندي اللي انوليتهم، اللي انوليتهم في الكريدي انا كونستاتيتهم في الديبي. سي بون سي بون، بنفس لو مونطون 30,000 30,000 60,000. اوكي سيدي، العمليه الاولى لانيولاسيون، العمليه الثانيه كونستاتاسيون. شي دابا هادشي كاع، هادشي كاع اللي شرحنا وخدنا وقت في الجورنال هو اللي غنحتاجوه في لي غون ليفر. سي بون في لي كونط شيماتيك لو غون ليفر. اول حاجه عندي شنو؟ ها هو ماتيير بروميير، خاصني ندير لي كونط ديالو شيماتيك ديالو. برودوي فيني ندير لي كونط شيماتيك ديالو. الاشا ندير ليها كونط شيماتيك ديالها. لا بونك ندير ليها كونط شيماتيك. الفونت ندير ليها كونط شيماتيك. وما تنساش ليا هاد لا فارياسيون دو ستوك بجوجهم غندير ليهم كونط شيماتيك. سي بون سي بون. دونك اول حاجه شنو عندي في لو غون ليفر؟ كنبدا بالترتيب من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 7، داكشي بالترتيب على حسب لو بلون كونطابل. هاد ليكزومبل اللي عندنا، عندنا فقط 4 ديال لي كونط، غنزيدو عليهم كونط بونكير اللي هو الخامس. سي بون سيدي. دونك عندي شنو؟ عندي اول حاجه لا كلاس 3، اي كنتخيلوا راه درنا لا كلاس 1 لا كلاس 2 وصلنا لا كلاس 3. سي بون، دونك لا كلاس 3 31 21 ها هي ماتيير بروميير. سي بون، ان ستوك انيسيال ها هو كنت كنملكو 10,000 فينا هي. تعلم تقرا غير من لو جورنال. ان ستوك انيسيال لو ان شحال كان عندي؟ عندي في الدي بي ها هي، ها هي في الدي بي. سي بون اوكي سيدي. شنو وقع؟ درت ليها الانيولاسيون ها هي. شوف انيولاسيون ها هي انيولاسيون، فين ولا ماتير بروميير ولا عندي في كريدي. يعني هذيك 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 10,000 درهم اللي كانت عندي في الاول درت ليها انيولاسيون، حطيتها في جهه الكريدي. اش من تاريخ؟ لو 31/12. سي بون، او كونستاتيت 30,000 درهم بنفس التاريخ لو 31/12. كيفاش كونستاتيتها؟ ها هي في الديبي 30,000. صافي فهمتيها دابا؟ انيولينا لو ستوك انيسيال، اسمح ليا، بدينا بلو ستوك انيسيال، انيولي ليه لو ستوك انيسيال لو 31/12، موديفيه او بيان كونستاتيناه في الاخر ديال العام 31/12 واحد لو مونطون ستوك فينال 30,000. دونك اوتوماتيكمون خاصني نلقى واحد لو سولد فينال. هاد السولد فينال هو اللي كتحتاجو في لابالونس، فهمتيها دابا؟ اوكي. باش كنحسب ستوك سولد فينال كندير هذا 10,000 زائد 30,000 هي 40,000، نقص منها 10,000 تخرج لي واحد العدد موجب. يعني التوتال ديال الدي بي راه كبر من التوتال ديال الكريدي. التوتال ديال الدي بي هو 40,000 والتوتال ديال الكريدي هو غير 10,000. يعني 40,000 ناقص 10,000 شنو خرج ليا؟ عدد موجب كينتمي لو دي بي. سي بون، دونك عندي ان سولد ديبيتور ديال 30,000. اوكي سيدي اوكي. علاش كندير ان سولد ديبيتور هنا ما حطيناش هنا؟ وي ان سولد ديبيتور حطيناه في الكريدي. علاش؟ باش كنديرو ليكيليبر. 10,000 زائد 30,000 تساوي 10,000 زائد 30,000، برينسيب ديال لابارتي دو. سي بون، برودوي فيني كان عندي 40,000 انيليتو في 31/12 ولا عندي ستوك فينال كنملكو في 31/12 60,000. ان سول ديبيتور 40 زائد 60 هي 100، نقص منها 40، ان سول ديبيتور 60,000، نكتبو في الجهه ديال الكريدي. سي بون عندي. شوف هاد لا بونك دابا هادي نساها، غادي نرجعو ليها. اوكي، دونك درنا لا كلاس 3، لا كلاس 3 غادي ننتقلوا لا كلاس، شوف لا كلاس 5 راه ضروريه غنرجعوا ليها. دابا لا كلاس 6. اوكي سيدي، شارط ماتيير بروميير. يعني في ليكسيرسيس شنو عندي؟ شريت سلعه، ها هي شريت سلعه في الدي بي 80,000، ها هي 80,000. سي بون 80,000. اش من سولد؟ ان سولد ديبيتور 80,000 كبر من زيرو اللي عندي في كريدي، دونك اوتوماتيكمون ان سول ديبيتور كنحطو في كريدي. سي بون اوكي سيدي. هاد لاشا دماتيير بروميير شريتها عن طريق شنو؟ قراها انت غير من لو جورنال، ما ترجعش في ليكسيرسيس، غير من لو جورنال. شريت اشا دماتيير بروميير عن طريق فلوس خرجت عندي من لو كونط بونكير، قيمه ديال 80,000 درهم. سير اخويا للبنكة، نمشيو للبنكة، هاي بمعنى خرجنا 80,000 درهم من البنكه
باش نشريو باش نديبيديو باش ندير لونطري ديال اشاك ماتيير بروميير سي بون برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. اوكي سيدي درتي لاشاك ماتيير بروميير موراها خاصك دير لا فارياسيون ديالاش ديال ستوك د ماتيير بروميير. شنو يعني هاد فارياسيون دو ستوك؟ يعني كانت عندي 10000 ان يونيتها ولات عندي في الستوك فينال 30000. لا فارياسيون دو ستوك ديالهم ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال كتساوي 20000. ان ستوك ديالاش ان سول كريديتور يعني التوتال ديال الديبي راه كبر اللي هو 10000 راه صغر من الكريدي. الفرق بيناتهم ان سول كينتمي لو كريدي ان سول كريديتور كنحطو في جهه الديبي. اش اخويا واحد القضيه قراها من واحد المنظور واحد اخر. دابا صافي فهمتي هاد القضيه هادي زيدو حنا نشاهدو. دابا شوف معايا عندي قراءه واحده اخرى. ها 10000 ستوك انيسيال درناه انيواسيون يعني كان عندي في الاول بديت به ب 10000 عاوتاني شريت 80000 يعني المجموع اللي وليت كاملك بوندون لاني هو 90000. قال لي في الاخر العام ولا عندك غير 30000 دونك 90000 ناقص 30000 شحال كونسوميتي؟ كونسوميت 60000 دونك 60000 كافياني نهزها غير من هاد 80000 اللي كانت عندي في الموفمون. دونك 80000 ناقص 60000 اللي احتاجيت باش ندير ليها لا كونسوماسيون ماتيير بروميير دونك 80000 ناقص 60000 بقات ليا 20000. ولكن 20000 واش هي اللي بقات ليا؟ وزيدها خويا على داك لو ستوك انيسيال اللي ما قصوش كاع حيت انا داك 60000 اللي كونسوميتها هزيتها غير من الموفمون. ولكن ديجا كان عندي ان ستوك انيسيال 10000 دونك 20000 زائد 10000 هي 30000 اللي بقات عندي في الاخر ديال العام. شوف دابا هادي قراءه وحده اخرى. دابا زدتي طلعتي من النيفو سي بون هادشي غتحتاجو في الاس 2 ولكن دابا عطيتك واحد الفكره هادشي غتحتاجو ان شاء الله في الاس 2 سي بون في لا ريغولاسيون دو ستوك. دونك دابا هادي قراءه وحده اخرى. انت دابا خليك غير في هاد القراءه الاولى عندي 10000 هي ستوك انيسيال انيولاسيون قال لي في الكريدي ولا عندي 30000 لا فارياسيون دو ستوك 30000 ناقص 10000 ان سول كريديتور ديال 20000. بارك عليك سي بون سي بون. عندي فونت دو مارشانديز هي عندي خرجت سلعه يعني بالقيمه 80000 ان سول كريديتور لا فارياسيون دو ستوك كان عندي واحد لو ستوك انيسيال ديال برودوي فيني درت ليه الانيولاسيون وكونستاتيت واحد لو ستوك انيسيال واحد لو ستوك فينال ديال 60000 دونك عندي ان سول كريديتور سي بون. دابا هادشي كامل اللي درنا في لو جورنال لو غون ليف اجي نقراو في لا بالونس. اوكي سيدي لا بالونس ا 4 كولون كنبداو بالترتيب من لو كابيتال وحنا هابطين حتى لا كلاس 7. حنا غير نفرض عندنا ماتيير بروميير وبرودوي فيني وعندي لا بونك وعندي لاشا وعندي الفونت. دونك اول حاجه فيهم هي 31 21 ما ستوك ديال الماتيير بروميير تيقول لك قرا لي دابا هادي هادي لا سوم. يعني شنو هي لا سوم؟ يعني كاع داكشي اللي كتبناه من لو بيلون دوفيرتور زائد كاع لي مونطون اللي عندي فاش في لو جورنال هادو لي سولد اللي كاينين في لو غون ليبر اللي لقيناهم سواء ان سولد ديبيتور سواء ان سولد كريديتور سي بون هادو اللي بالصفر. دونك شنو قلنا؟ قلنا هاد الجهه لا سوم ديال من لو بيلون دوفيرتور وانت هابط حتى لاخر اوبيراسيون عندك في الجورنال توتال ديال ديبي يساوي توتال كريدي. هنا غير هادو اللي بالصفر لي سولد لي سولد لي سولد لي سولد ها لي سولد سي بون. دونك لي سولد اللي عندي في لو غون ليفر. اوكي هنا التوتال ديال ديبي غيكون يساوي التوتال كريدي اوتوماتيكمون. هاد لو مونطون اللي كاين هنا راه ماشي هو هاد لو مونطون. تبع معايا الله يجازيك بخير الدوره اللي درناها مؤخرا بريباراسيون ديال اس 1 بريباراسيون ليكزامان ديالها اللي درناها مؤخرا في 2021 وخدمنا بامال دو فوا ديال لي زيكسيرسيس سي بون راه واصلين لو سي بي سي نسالي وغنبداو لا فاكتوراسيون ان شاء الله. دونك شنو قلنا؟ عندي ماتيير بروميير حاول تقرا لي لا بالونس دابا شنو كتفهم دابا؟ يعني شنو؟ 40000 درهم منين جبناها؟ كانت عندي ان ستوك انيسيال خرجتو درت ليه الانيولاسيون ديالو القيمه ديالو 10000 وليت كنملك في الاخر د العام ان ستوك فينال ديال الماتيير بروميير 30000 المجموع ديالهم لا سوم 40000. صعيبه هادي؟ سهله. خرجت ان ستوك كندير التكرار ما تقلقش
كندير ان ستوك انيسيال 10000 انولي، دخل لي ستوك فينال موديفي كونستاتي ب 30000 والمجموع ديالو 40000. برودوي فيني انولي لي ستوك انيسيال ب 40000 كونستاتي لي ستوك فينال ب 60000 المجموع ديالو 200000 100000. ندوزو لا بونك. لا بونك شنو يعني؟ بعنا سلعه فون دو برودوي فيني 200000، اشا دو ماتيير بروميير 80000. يعني شنو؟ فلوس دخلاتني عندي في لا بونك في الديبي ديال الكونت بونكير، فلوس دخلات بعت واحد لو برودوي وربحت منه فلوس دخلات عندي في البنكه في الجهه ديال الديبي 200000. شريت سلعه ماتيير بروميير دونك سكيل في خرجت 80000 من البنكه في الجهه الكريدي. لا ديفيرونس بيناتهم ان سول ديبيتور 120000، 200000 ناقص 80000 ان سول ديبيتور 120000. فين هي البنكه؟ عطيني البنكه. ها هي ان سول ديبيتور 120000. سي بون سي بون. اشات ماتيير بروميير شنو درنا ليها؟ شرينا دونك غنديبيتي ودخلنا سلعه بالقيمه 80000 دونك عندي ان سول ديبيتور. عطينا خويا لو غون ليبر، ها هو 80000 ان سول ديبيتور. سي بون. مورها شنو؟ مور اشات ماتيير بروميير عندي شنو؟ عندي القراءه ديال لا فارياسيون دو ستوك، ها هي ديال ماتيير بروميير. سي بون. دونك كانت ها هي انولاسيون ديال 10000 30000. ها انت شوف معايا، ها ها انولينا ال 10000 الاولى ديما بالعكس، لا فارياسيون بالعكس. انولينا ال 10000 كونستاتينا 30000 في الاخر في الجهه الكريدي، ان سول كريديتور ديال 20000. ها هي 10000 ديبي، ها 30000 في الكريدي، ان سول كريديتور في لو غون ليفر ديال 20000. فون دو برودوي فيني يعني شنو؟ بما ان بعنا راه خرجنا السلعه نحطوها في جال كريدي، ها هي شحال القيمة السلعة اللي بعتيها؟ 200000. دونك عندي ان سول كريديتور. عطينا خويا فونت فين هي؟ ها هي ان سول كريديتور. لا فارياسيون غنمشيو بالعكس، لا فارياسيون شنو عندي؟ عندي 40000 انيوني لها، ها هي موديفينا في الاخر ستوك فينا 60000 ان سول كريديتور 20000. ها هو انيولاسيون، اسمح ليا انيولاسيون كونستاتاسيون ستوك فينال، بقى عندي ان سول كريديتور 20000. سي بون سي بون. ها لو بيلون دو كلوتور، ملي كنجيو لا بالونس كنشوفو لي كونت دو بيلون شنو هما؟ ها هما ياك هادو كونت بيلون. هادو شنو؟ هادو كونت دي شارج برودوي، هادا كونت دو بيلون. وبما انه كونت دو بيلون وما تحطوش ليا فيه سي بي سي، غاتسيفطو ليشان لمن؟ غاتسيفطو لو بيلون دو كلوتور، حيت هو بدينا بيهم بيلون انيسيال ان كونت دو بيلون باش نصايبو ليطا سانتيز ديالو، يعني لو بيلون دو كلوتور. شي هادشي لو في لي سي بي سي اللي عندي حاليا، هادو التلاته، هادو هاد لي سولد. ركز معايا، هاد لي سولد هادو ديال هادو غادي نصيفطوهم لو بيلون دو كلوتور. وعقل معايا هاهم ياك في الديبي، في الديبي ها هي صافي 30000 60000 ها 120000. مزيانه هادي، مزيانه هادي. دابا حيدنا البيلون دو كلوتور، لي كونط ديال لي شارج و لي برودوي فين غنصيفطوهم؟ غنصيفطوهم في لو سي بي سي، اكونديسيون خاصنا نديرو دي بوست، خاصنا نديرو دي بوست. اوكي سيدي، دابا شوف معايا لو سي بي سي كنخدمو. واجي دابا نصايبو لو سي بي سي. لو سي بي سي كيدار 31/12 ان في الاخر ديال العام، سي بون. دونك اول حاجة عندي برودوي ديكسبلوطاسيون، غنقصو منهم لي شارج ديكسبلوطاسيون باش كنلقى الريزولتا ديكسبلوطاسيون. هاد لو سي بي سي هذا غير مقطع، غير جزء من السي بي سي اللي تيكون هو طويل. اللي بغى يعرف التفاصيل ديال السي بي سي يتبع معايا الدوره اللي درناها باقا جديده، سميتها بريباراسيون ليكزامان ديال لا كونطابيليتي جينيرال اس ان اللي درناها في 2021، درناها هي الاخرانيه. تبع معايا راه واصلين السي بي سي، غنبداو موراها لا فاكتوراسيون ونساليو الاس ان ان شاء الله باذن الله بلي زومبالاج و لي زيفي دو كوميرس. سي بون سي بون. دونك شنو عندنا؟ عندنا برودوي ليكسبلوطاسيون. اول حاجه عندنا كنستعملو في لو سي بي سي غير لي بوست، يعني فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي، يعني فونت دو برودوي فيني. ها هو 200000. شنو مكتوب عندي هنا؟ عندي لو كونت 71 51 فونت دو برودوي فيني عن طريق البنكه ا ليترونجي. واش غنكتب هادي فونت دو برودوي فيني نكتبها هنا؟ لا، هذا سي ان كونت، هذا 71 51 ان في السي بي سي
ما تكتبش لو كونت، كتب غير لمن كينتمي، اش من بوست كينتمي ليه، كينتمي في لو بلان كونطابل لو بوست فون دو بيان اي سيرفيس برودوي. ها لو بوست 712 سي بون، واش غنكتب 200000 درهم؟ سي بون غنكتب 200000 درهم. ها هي ما غندوش نيشان لي شارج ديكسبلوطاسيون، خاصني نقص ديك لا فارياسيون اللي كنقيتها باش حسبت لو ستوك فينال ناقص لو ستوك انيسيال، لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي. سي بون، دونك 713 فارياسيون دو ستوك دو برودوي اللي هي 20000. شنو هي 20000؟ شحال كان عندي في لو ستوك انيسيال؟ 10000. اسمح لي، شحال كان عندي في لو ستوك انيسيال؟ 40000 برودوي فيني، ولو ستوك فينال 60000. لا فارياسيون دو ستوك، لا ديفيرونس بيناتهم، لا ديفيرونس اونتر لو ستوك فينال ناقص لو ستوك انيسيال، عندي ان سولد، ها هو عندي الفرق بيناتهم 20000. ها هي دونك فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي 200000 نقص من هذيك لا فارياسيون دو ستوك 20000، يعني المجموع اللي غنلقى في البرودوي ديكسبلوطاسيون هو 180000. 200000 ناقص 20000 تخرج عندي 180000. سي بون، سالينا من البرودوي ديكسبلوطاسيون. اجي عندي لا شارج ديكسبلوطاسيون، هنا فين عندك البياج. الناس اللي بقاو معايا حتى لاخر الفيديو غيلقاو واحد البياج وغنوريه لكم باذن الله. سي بون، عندي شارج ديكسبلوطاسيون اوكي، دونك اوتوماتيكمون عندي واحد لاشا كونس، واحد لاشا د ماتيير بروميير، هذا سي تان كونت، هذا ها هو اشا د ماتيير بروميير، واحد لو كونت. حنا كنا في لو بوست ما كنستعملوش لي كونت، كنستعملو غير لي بوست، يعني في لا روبريك 61 ها لو بوست اللي كينتمي هذيك الاشا د ماتيير بر. اسمح لي، هذا اشا غوفوندي دو مارشانديز، اعتبرنا بانه زيرو. علاش؟ اللي بغى يعرف تفاصيل كيفاش تخدمنا هاد الاشا غوفوندي دو مارشانديز يرجع الفيديو رقم جوج من هاد الدوره ديال ليكسبليكاسيون، شرحتها بالتفصيل الممل. اشا غوفوندي دو مارشانديز نعتبروها بان عندنا زيرو حاليا، عندنا غير اشا دو ماتيير بروميير. لو بوست اللي كنستعملو فيه ما تنكتبوش اشا دو ماتيير بروميير، هذا سي تان كونت، هذا لا، كنستعملو غير لو بوست كينتمي واحد لو بوست، ها هو هذا كينتمي، ها 61 آية 31، اسمح ليا 61 21 اشا دو ماتيير بروميير كتنتمي لواحد لو بوست ديال 612، هاهي 61 جوج عاد واحد 61 جوج، وحبس ليا اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. واش شي هاديك اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور؟ وعلام انا غنوريك البياج في هاد الفيديو هذا. شوف غادي ندير 60000 فينا هي، بلاتي بلاتي اشا تبقى عندي 80000، يعني لي زاشا اللي شريت بوندون لاني القيمه ديال 80000. ولكن لا فورمول كتقول لي شوف باش حسب اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور نقص منها جميع التخفيضات اللي استفدتي منها، يعني تيكونوا هما ديجا عاطينكم دي في لي زانفورماسيون كومبليمونتير غابي روميز غي سور اوبتوني، استفدتيهم الوقيته اللي كنتي كتشري من الفورنيسور عطاك تخفيضات ملي كنتي كتشري هاد الماتيير بروميير. دونك لنفرض عندي انا هنا زيرو وعن ناقص موراها لا فارياسيون دو ستوك، يعني اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور كتساوي اشا دو ماتيير بروميير. سمحوا لي هادي راه اشا دو ماتيير بروميير، سمح لي دابا دابا نصلحوها حنا ما خاسرين والو، سمحوا لي ها هي، سمحوا لنا الله يجزيكم بخير هاكاك صافي. دونك عندي الطوطا ديال اشا دو ماتيير بروميير اللي شريت وشحال هو 80000، ناقص عندي الزيرو هنا في التخفيضات حاليا في هاد ليكزومبل، ناقص شنو لا فارياسيون دو ستوك، 80000 ناقص زيرو ناقص 20000. 20000 منين جبناها؟ ستوك فينال 30000، ستوك انيسيال 10000، يعني فينال ناقص انيسيال هو 20000. 30000 ناقص 10000 هي 20000. ها هي دونك شحال، شنو هو لو مونطون اللي خاصني نكتب هنايا؟ هو 60000. ما نكتبش هاد 80000، نكتب غير 60000. سي بون سي بون. دونك عندي هنا 200000 ناقص 100 ناقص 20000 هي 180000، خرجت ليا برودوي ديكسبلوطاسيون. نقص منها هاد 60000 ديال لا شارج ديكسبلوطاسيون غتخرج عندي ريزولطا ديكسبلوطاسيون، ماشي ريزولطا نت ديكسيرسيس. سي بون، هذا غير ريزولطا ديكسبلوطاسيون 120000. سي بون، شوف معايا البياج اللي عندنا فهاد الاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور.
مي درنا اشاط ماتيير بروميير لو مونطون هنا راه ممكن ما يعطيوكمش غير هادي اشاط ماتيير بروميير كيف ما هنا ها هي اشاط ماتيير بروميير بوحديها ممكن يعطيوكم دوطخ اوبيراسيون وحدين اخرين كينتاميو لهاد لو بوست هذا فهمتي ها انت شوف لنفرض عندي اشاط ماتيير بروميير نقولوا حنا 10000 اشا كونسومي 10000 وحده اخرى اشا دو برودوي دونك هذا ديال شنو هو هذا الوقود ليسونس اشا كونسومي دو كومبوستيبل يعني الوقود ملي كتكون لا فواتور سيرفيس هذا يعني كتخسر واحد المصاريف على الوقود على ليسونس ديالها اشا دو برودوي دونتروتيان يعني كنخسر فلوس على الاصلاح باش كنصلح لي ماشين ديالي الصيانه سي بون دونك هذه 10000 وهذه 10000 اتولي دوزين دونك يعني كنخسر واحد المصاريف باش كنعتني بالمصنع ديالي حتى هي 10000 لنفرض لاشا دومبالاج بيردو يعني شريت واحد لومبالاج باش كنستف ديك الماتيير بروميير ولا السلعه ديالي اللي غنبيعها للكليان برودوي فيني اللي غنبيعو للكليان داك الكارطونه اللي تنغلف بها باش كتحافظ على البرودوي حتى هي 10000 اشاط فورنيتور نون ستوكابل كنخلص الماء والضوء حتى هي كتدخل عاد كنقصوا منها لي غابي اوبتوني شيا غابي لي 3 زير غابي غوميز ريسورن اوبتوني سور اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور وشوف معايا شيا توتال كامل لاحظتي مابقاتش دابا عندي غير اشا دو ماتيير بروميير حتى الا عطاوكم بار اكزومبل وحده من هادو وزيدهم كاملين وحسب التوتال هادو كامل شنو قلت حسب التوتال هادو كامل وحطو في هاد الشيء هادي سي بون لاشات دو ماتيير بروميير كامله ونقص منها لي 3 زير ونقص منها لا فارياسيون دو ستوك عاد نلقى هاد لو مونطون هنا هو اللي غنكتبو هنايا فهاد لو بوست اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور سي بون